مواقع آثار جديدة تنضم للتراث السعودي. فهيئة التراث تعتمد تسجيل وتوثيق 70 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار، ومن المعروف أن تسجيل المواقع الأثرية الجديدة ليس سهلاً، فهو يمر بمجموعة إجراءات بدءاً من اكتشاف الموقع ثم معاينته من قبل المختصين للتحقق من أثريته وإنهاء التقارير اللازمة. المواقع الأثرية المكتشفة حديثاً 14 موقعاً منها داخل منطقة عسير و13 موقعاً في منطقة الجوف، أما منطقة حائل ضمت 12 موقعاً بالإضافة إلى 11 موقعاً أثرياً بمنطقة جازان، ومنطقة القسيم ضمت 7 مواقع و6 مواقع في المدينة المنورة، إضافة إلى موقعين أثريين في منطقة الرياض وموقعاً أثرياً وحيد لكل من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة.